وشوشة. والله دلوقتي اللي احنا قلناه يعني في تركيز بقى على المسرح قوي. يعني المسرح احنا في اللحظة الآنية دي ده المشروع اللي قدامنا، فالمشاريع التانية لسه خالص يعني بصراحة. المشروع الحقيقي اللي هو المسرح لسه بقى نشوف ربنا يسهل يعني. الزمالكاوي طبعا معروف معروف طبعا. انت زعلت انك مراحل؟ لا والله هو مجرد ضحك فيه، ولكن هو في شيء من الحقيقة. انا يعني مش عارف، هو انا لسه امبارح كنت بقول لهم هو ليه الممثل يعني انا اقول لك على حاجة، في ناس مهمة جدا ما كانوش في المهرجان، وانا اسف في ناس انا ما اعرفهمش، شفتهم على الريد كاربت بصراحة، وما دام انا ما اعرفهمش لو مين عمل في بلده ايه ده مش موجود. قولا واحدا، زيزي من تونس انا ما اعرفهاش، تيتي من المغرب ما فيش، انا اعرف الناس دي، انا مصري غير ان انا ممثل، اعرف الناس دي انما انا فوجئت ان يعني مش عايز اتكلم طبعا صراحه. احنا هو كل الناس دي في الشقلبه بقى، بيومي بيردها دلوقتي في السويد، راح مهرجان في السويد على فكره، بيومي تحتاني جواني كده دلوقتي في مهرجان في السويد، تاخد بالك فين الناس دي؟ يعني الناس دي مهمه في السينما ولا انا بكات؟ انا اسف يعني انا، فانا هي الموضوع ان انا ده اكيد مش مهرجان سينما، انا شفت وجوه ما شافتش الشاشه الفضيه في المهرجان، فانا قلت بس ده يعني ايه الاوراق المطلوبه عم نجيب، غير ان انا ما كنتش ممثل سينما، فهي شرحه نفسها عادي بقى. فبس انا كانت من انا مش متعود ان انتوا تشوفوني بعمل يعني، او انا بتفرج بس،